ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على لايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأن وفيكم بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 31/5/2023. ونبدأ. سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.83 من 100 جنيه شراء، 30.93 من 100 جنيه البيع. كما سجل سعر اليورو في مصر اليوم 33.5 من 100 جنيه شراء، 33.16 من 100 جنيه البيع. كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 38.9 من 100 جنيه شراء، 38.22 من 100 جنيه البيع. وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 من 100 جنيه شراء، 8.25 من 100 جنيه البيع. كما سجل سعر الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي اليوم 125 من 100 جنيه شراء، 159 من 100 جنيه للبيع. وبهذا قد أفيناكم بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 31/5/2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.